استوائية مشهورة، تعتبر مصدر غذاء مهم للإنسان ومصدر دخل مهم للمزارعين. لوني من الخارج بني ومن الداخل أبيض، لا يستطيع الإنسان تقطيعي بسهولة، فأنا صلب جدا. أحتوي على زيت فريد يتم استخراجه مني، ويتم استخدامه في تلطيف وترطيب الشعر وعلاج الكثير من الأمراض. أما شرابي فهو ذو مذاق لذيذ جدا، وهو شراب طبيعي يمد الإنسان بالطاقة اللازمة للجسم. تشتهر الدول الشرق آسيوية بزراعة بكميات كبيرة. فمن أنا؟ جوز الهند.